باسم رئاسة الفضاء الجمعوي نرحب بالسيد سفير الاتحاد الأوروبي اللي شرفنا بحضور هذا اللقاء هذا الهام، وأيضا كنحييه على الكلمة القيمة اللي قال في حقوق النساء وأوضاعهن بالمغرب رغم التمويل الضخم الذي يخصصه الاتحاد الأوروبي للخطة الحكومية للمساواة. أرحب أيضا بالسيدة مديرة كير شركة الإسباس أسوسياتيف في هذا المشروع حول دور النساء في الحكامة المحلية. أرحب أيضا بممثلي جماعة وجدة أنقاد وبني ملال، وسعيدة جدا بالاستماع إليهم لأنني في حاجة أيضا إلى أن يتحدث الرجال عن النساء وعن أوضاع النساء وعن الإخلالات التي تعرفها الحكومة فيما يتعلق بالنساء، بمعنى ليست قضيتنا نحن كنساء ولكن القضية هي قضية مجتمع بكامله. أحييهم مرتين على الحضور وعلى هذه المسألة. أحيي أيضا الممثلات الجمعيات النسائية والحقوقية وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات الحاضرين معنا وممثلات البرلمان والبرلمانيين أيضا الحاضرين في هذا اللقاء وأيضا وسائل الإعلام. هذا اللقاء يأتي في سياق دولي، اولا هناك النقاش اللي كاين في لجنه اوضاع المراه بنيويورك الدوره 59 واللي غادي يقدم فيه المغرب انجازات وحصيله حقوق المراه فيما يتعلق بماذا قامت به الحكومه في على هذا المستوى، واللي الحصيله يعني نحن كناشطات في الحركه النسائيه او في الفضاء الجمعوي يعني وقفنا على مجموعه من الاختلالات أهمها يعني الجمود والتجميد فيما يتعلق بتفعيل مقتضيات الدستور، أهمها يعني القوانين اللي صدرت، لا قانون مناهضة العنف لا يستجيب لطموحات الحركة النسائية وللقوى الحية في البلاد، وأخيرها القانون المتعلق بهيئة المناصفة اللي أولا ما شافش النور، ثانيا خرج واحد القانون اللي يعني كيختازل هذه الهيئة في جمعية يعني ضدا وفي حق سافر لما ينص عليه الفصل 19 والفصل 164 اللي كيعتبروا أن الدولة تسعى إلى يعني إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز كهيئة عليا كسلطة عليا أوتوريتي دو باريتي واللي عندها سلطة تقريرية ويعني شبه قضائية أيضا، تلقى شكاوى فيما يتعلق كل معظم أشكال التمييز ضد المرأة ومستقلة وفق مبادئ باريس، يعني هادشي كله تم تراجع عليه في هذا القانون، بل أيضا تم تراجع على تمثيلية المجتمع المدني في هذه الهيئة، وأعطاها الخبراء وخبيرات، أيضا البعد الجهوي والبعد المحلي، يعني طالبنا في المذكرات ديال الحركة النسائية باش تكون هيئة عندها امتداد جهوي وامتداد محلي. فالهيئة يعني كيف جابها هذا القانون عبارة عن نادي، عبارة عن يعني إبداء الرأي وتهميش مطلق للمجتمع المدني، فضلا عن عدم إشراك المجتمع المدني في تصور هذا القانون. السياق الوطني أيضا اللي كتجري فيه هو يعني شفنا كاملين شهدنا آلاف النساء اللي خرجوا يوم 8 مارس اللي كي يعني والقوى الحية اللي نصرتهم في رفع شعار المساواة والديمقراطية ويعني تسجيل الخروقات والإخلالات اللي مازال كتعرفها هاد الأوضاع ديال حقوق النساء. إذا الفضاء الجمعوي طبعا كيف كتعرفوا انشأ في 1996 كيضم أكثر من 100 جمعية حقوقية نسائية تنموية موضوعاتية. العمل ديالو الأساسي هو من أجل يعني التنمية الديمقراطية وتقوية النسيج الجمعوي باش يساهم في تعزيز الديمقراطية والحكامة المحلية اللي مبنية في تصورنا على المشاركة وعلى المساءلة الاجتماعية.
ثانيا تنشيط النقاش العمومي، وفي هذا اللقاء يلين داريش في إطار تنشيط هذا النقاش العمومي حول كل القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. الفضاء الجمعوي أيضا يعتبر المساواة قيمة جوهرية بالنسبة له، و يعني في كل التدخلات وفي كل المشاريع، بل يعني يدرجها بشكل عرضاني في كل مشاريع، يعني في كل مشاريع قضية المساواة تدرج بشكل عرضاني. إذن الحصيلة ديال الفضاء الجمعوي 18 سنة من العمل وتدخله في مجالات متعددة، سواء على مستوى تقوية القدرات أو تحسين الإطار القانوني أو المشاركة في التكتلات والمرافعة وقيادة هذه الحملات الترافعية حول الميثاق الجماعي حول الديمقراطية التشاركية، آخرها الآن راه خدم واحد مشروع حول تفعيل الفصل 19 فيما يتعلق بتقديم الملتمسات التشريعية. إذا حول أيضا النوع الاجتماعي وأيضا تنظيم ندوات فكرية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي حول السياسات العمومية، حول قانون المالية، حول قضايا الشباب والمساواة، تتبع الشأن المحلي والوطني، يعني في كل هذه القضايا يأخذ بعين الاعتبار كل التقاطعات من بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي. ايضا في هذا السياق ديال الدستور نتابع تفعيل مقتضيات الدستور ويقدم مشاريع او مقترحات قوانين. من المكتسبات اللي ساهم فيها الفضاء الجمعوي قانون الجمعيات، الحقوق الثقافيه، مدونه الاسره، حقوق الانسان، اصلاح الميثاق الجماعي. ويساهم ايضا الفضاء الجمعوي في اعمال الخطه الحكوميه للمساواه، رغم تحفظنا على التسميه الخطة الحكومية سمتها الحكومة الخطة الحكومية للمناصفة للمساواة في أفق المناصفة، وكأن الأفق هو المناصفة وعطتها بعد إحساني، الخطة الحكومية إكرام. إذا تحفظنا على هذا وإحنا يعني وفيت للخطة الحكومية للمساواة، لأن أفقنا هو المساواة، المناصفة هي آلية مرحلية لبلوغ المساواة. إذا الفضاء الجمعوي ساهم فتح واحد الحوار في أقطابه على المستوى الوطني جهويا، ويعني نتج واحد مجموعة من أجندات محلية اللي ناقش فيها ما هي الأولويات ديال هاد الأقطاب على المستوى المحلي. غنعطيكم غير فكرة، مثلا بني ملال اعتبروا الأولويات تعليم الفتاة القروية، لا أولوية طنجة تطوان الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية، الحسيمة وجدة الصحة الإنجابية، الراشدية الولوج إلى الحق في الملكية، موضوع السلاليات وإشكالية النساء السلاليات، أكادير الصحة والأمراض المتنقلة جنسيا. بمعنى لما كتمشي للمحلي تما كتوقف على الحاجيات الأساسية، ماشي كتصورها من قلب المكاتب المكيفة. إذا لماذا الفضاء الجمعوي اختار هذا المشروع بالضبط اللي كيتعلق بالحكامة المحلية وحقوق النساء؟ أولا انسجاما مع رسالته الأساسية التي تنطلق من المساواة كمبدأ مهيكل لحقوق الإنسان وكقيمة جوهرية في تدخلاته وفي مشاريعه اللي أصبح كما قلت كيدمجها بشكل عرضاني، واعتبار أن مسألة المساواة تقع في صلب الديمقراطية والدولة الحداثية. ثانيا لأن الإطار المؤسساتي الدستوري حاليا يوفر شروطا تمكن المجتمع المدني من مشاركة فاعلة وفعالة في تدبير الشأن المحلي، لكن كيبقى التحدي في كيفية الارتقاء بهذه المشاركة. ما نوع المشاركة اللي منصوص عليها الآن في دستور 2011 إلى مشاركة كما نبتغيها تهدف إلى المساهمة في تعزيز الديمقراطية التشاركية والحكامة المحلية من خلال تفعيل النصوص لا سيما تلك التي تضمن الحق في المشاركة والمساءلة الاجتماعية اساسا المساواة بين الجنسين. إذا في هذا الإطار كيندرج هذا المشروع ديال الحكامة المحلية حقوق النساء بشراكة مع منظمة كير اللي كنحترموها على هذا الاختيار للإسباس للعمل في هذا المشروع، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في كل من إقليمي وجدة أنقاد وبني ملال. هذه الفئة المستهدفة من هذا المشروع هي الجمعيات كما قلت، الجماعات الترابية والفاعلين المحليين.
هذا المشروع غادي يركز على واحد العدد ديال الانشطه، لقاءات التفكير والتشاور بحال هذا اللقاء الوطني، غتكون لقاءات جهويه ومحليه، ورشات تدريبيه حول مقاربه النوع وادوات تتبع السياسات العموميه، لان من خلال الدراسات بنا بان مقاربه النوع مازال في حاجه الى يعني تعميق النقاش حولها وتملكها على مستوى جهوي ومحلي. ايضا ورشات يعني تكوينيه في ما يتعلق بادوات المساءله، كيف نسائل الفاعلين والسلطات يعني الحكومه، ادوات المساءله الاجتماعيه، تقنيات التواصل، وضع مخططات عمل، كيف نضع مخططات عمل تاخذ بعين الاعتبار مقاربه النوع، اعداد تقارير الترافق والرفقه منهجيه المساءله. الفئه المستهدفه عندنا 56 جمعيه محليه وجهويه، 4 جماعات محليه، 15 جمعيه وطنيه. اذا هذا اللقاء كما قلت غادي يحاول يجاوب على واحد المجموعه اسئله اللي انا في الارضيه، اي مكان ودور لمشاركه النساء في الحقل المدني والسياسي، ما هي التحديات الجديده التي تطرحها مشاركه النساء في الحكامه المحليه، القوانين الترابيه الجديده مثلا، ما هي اليات المشاركه والمساءله التي من شانها تطوير الديمقراطيه والحكامه المحليه، ثم اخيرا ما هي مكتسبات وحدود المشاركه المواطنه للنساء. وشكرا.